غلاء فاحش يعني كبير، وارتفاع الأسعار. حتى دزيني كنا ناخذها ب33 صرنا ناخذها ب40، وأم ال50 ناخذها ب60، يعني كله ارتفع الأسعار بشكل عام، يعني ارتفاع يعني هائل جدا. يعني وفي ناس يعني فقراء صدقني ما بيقدروا بيمروا مر الكرام، أنا بتطلعوا على السلعة بقولوا السلام عليكم، وعليكم السلام بنقولوا، يعني ارتفاع يعني مخيف جدا. طب بلغ كثير غلي الإشي، كثير إشي، يعني لو منا بنجيب بعطونا مصاري وإشي كان واحد بقدرش يستلك حاله. المصاريف كثيرة زي ما قلت والدخل أكل. الصحيح المعاش العامل ظل كيف هو، ما تغيرش يعني ما زادش بعد الكورونا بالأخص هذا المرض. خف الشغل من قبل سنتين، والأصحابين المصالح ما باعوش يعني، وفي فترات كان حجر على فترة طويلة، فمنشان يعوضوا هاي الأشياء صاروا يزيدوا بالأسعار منشان يعوضوا السنة اللي فاتت. فهذا كان ظلم للمواطن أو للمستهلك، لأنه هو ما قالوش علاقة بهذا الإشي اللي صار، وهذا مرض اللي صار على الكل. فاليوم الأشياء ارتفعت الأسعار. أنا من الشمال بعرف أنه في أشياء الأكل، الخبز، كل هاي الأشياء الأساسية ارتفعت وزادت المصاريف على المستهلك. أما في القدس يعني الأشياء البسيطة مثل الخبز وهي الأشياء الأساسية ما ارتفعت، أما ممكن أشياء ثانية ارتفعت وزادت على المستهلك. أشغال يعني صعبة، وهيك شايفة بيتحبسوا وبتزقطوا وبيضربوهم وبيعملوا كل شغلات مسيئة معهم كتير للشباب. المستوى المعيشي للفرد بالبلد. طبعا الا ما بدهم يقعدوا كل واحد بقعد ببيته، يعني صعب لما انه يشتغل ويطلع ويتغلب، وهات هويتك وهات كمامتك، يعني صعب الحال مع الشباب كثير. الله يعينهم. ارحموا الناس، ما تغلوا الاسعار. الدنيا البلاء بيجي من تغلي الاسعار، فارحموا الناس. واللي عنده سلع قديمه بسعر قديم يبيعها بالسعر العتيق، لانه حرام تبيعها بالسعر الجديد وتضبوا السلع القديمه تضبوها بالمخازن، حرام. اتقوا الله. كل شيء ارتفع يعني، والمعاش هو ولا بزيد ولا بنقص، لا كهرباء ولا لمية ولا لارنونه ولا لتلفون ولا لخبز ولا لدواء ب 500 شيكل، فنار الحياه. بس الله اللي بيرحمنا من فوق، نار نار قد ما تقولي نار، وفيش زيادة معيشة يعني يدفعوا زيادة. وين حضرتكم؟ من كفر كانوا جايين زيارة على القدس؟ تحبوا تحكوا لنا؟